برشلونة بإسبانيا نلتقي مع خبير شؤون الهجرة المستشار القانوني ياسين أزار. بدأ هذا العمل قبل حوالي 20 سنة، يسهر على تسيير مكتب خاص بالاستشارات القانونية. مشاكل غالبا ما تعترض المهاجرين والقادمين نحو إسبانيا كالجنسية، الإقامة، ترجمة الوثائق وغيرها. في لقائه مع قناة أطلس، ياسين أخبرنا أنه عمل كثيرا من أجل تقديم صورة مشرفة للمواطن المغربي خارج أرض الوطن. أولا قبل كل شيء كنشكر قناة أطلس اللي فتحت الفرصة أننا نعرفوا بالشخصية ديالنا وبالاسم ديالنا في إسبانيا وبالضبط في برشلونة. معكم الأستاذ ياسين أزار، مستشار قانوني باحث في شؤون الهجرة. هذه 20 سنة وحنا في هذا الميدان، هذا التخصص ديالنا، ودائما الخدمة ديال الجالية المغربية، ودائما خصنا نشوفوها في أحسن ظروف وتسوية الأوضاع ديالهم هو الهدف ديالنا دائما. بالنسبة للمسار ديالي المهني، في بحكم أنني عندي تجربة كبيرة في ميدان الهجرة وأنني مقيم هنا هذه 20 سنة، وبحكم اشتغلت مع أساتذة كبار هنا في إسبانيا، والآن جاتنا الدور أننا نعملوا المكتب، شركة ديالنا اللي هي اسمتها ليغال سولوسيونيس. هذه الشركة اللي هي دائما متخصصة في شؤون الهجرة والمهاجرين، الجنسية الإسبانية، أيضا عندنا الجنايات، عندنا السيبيل يعني جواج طلاق، أيضا عندنا الترجمة. في خلال ساعة كنخدموا العالم كامل الحمد لله. بدينا في هذا الميدان، في التجربة هذه دخلنا فيها كمدير مكتب، لأن بحكم التجربة الكبيرة اللي كسبتها في الميدان وحب الناس اللي كيبغيونا، وبزاف الناس فرحناهم، بزاف العائلات المغاربة أو غير المغاربة اللي عملنا لهم تسوية الأوراق ديالهم عن طريق المكتب ديالنا أو عن طريق الشخص نفسه ياسين أزار. بالموازاة مع عمله، فهو فاعل جمعوي ينشط مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات لصالح المجتمع والأفراد. فخور بما صار إليه المغرب وبالخطوات السريعة التي يعيشها. كل هذا يشجعه على التفكير في افتتاح مكتب استشاري بالمغرب على شاكلة مكتب إسبانيا. العراقيل اللي كتواجه أي مهاجر مغربي جا لإسبانيا أو في الدراسة أو في العيش أو في العمل، فدائما دائما كاين المقولة اللي كتقول طريق المجد ليس مفروشا بالورود، يعني ضروري كان من جد وجد ومن زرع حصد. خدمنا، ضربنا تمارة، عطينا كثير لهاد البلد هذه، ومثلنا البلد ديالنا أحسن تمثيل كمغاربة بالاندماج ديالنا، بالتعامل ديالنا مع الإسبان وبالاحترام الثقافات الأخرى. العمل الجمعوي ديال ياسين أزار فهو كان عندنا مسار كبير، لا داخل إسبانيا أو لا خارج إسبانيا، يعني في بلد الأم هو المغرب. عندنا بزاف ديال الجمعيات اللي اشتغلنا معهم وخدمنا معهم وساعدناهم وعطينا الكثير فيهم. وهنا في إسبانيا كانت عندنا واحد الجمعية اللي اسمها بيورا برشلونة، يعني العيش في برشلونة، مع الأستاذ رافائيل ناريس اللي كنا كنشتغلوا عليها في جميع الجاليات، من بينها كانت الجالية المغربية. والهدف ديالنا كان دائما في الجمعيات هو أننا نحاولوا نعطيوا واحد الصورة إيجابية للبلد الأم اللي هو المغرب، واندماج الجالية المغربية في المجتمع الإسباني. Hola, buenos días. Mi nombre es Rafael Henares. Soy socio de Legal Soluciones y mi relación con ياسين أزار, que es el director de la empresa, es que lo conozco de ahora de más de hace 20 años. Como todos sabéis, ياسين أزار es un marroquí afincado aquí en España, y yo efectivamente, repito, lo conocí hace 20 años
porque hacíamos trabajábamos en común también dentro del sector de la de jurídica, y él en estos 20 años ha aprendido absolutamente muchísimo. Yo podría decir sin temor a equivocarme que es de las 5 personas o 3 personas que en este país saben más de extranjería. Ha ayudado a miles de personas, ha ayudado a miles de familias a poder venir aquí a España y afincarse. Yo tengo la satisfacción de haber estado en su boda en Marruecos, tengo la satisfacción de haber estado en una boda de un hermano suyo en Marruecos, tengo la satisfacción de haber vivido con su familia, de haber conocido a sus padres, de haber conocido a sus hermanos y hermanas, algunos de ellos también están aquí desde hace años afincados en España, y siempre hemos colaborado juntos, siempre en todas las cosas que ha emprendido Yacine, que es una persona muy emprendedora, muy luchadora, una persona que es un reflejo de aquellos emigrantes que vienen a este país pues a obtener y afincarse aquí y conseguir con su trabajo y con su esfuerzo y aprendiendo continuamente pues ganarse la vida. Y Yacine, a todo eso hay que sumarle que ha ayudado a miles de personas a que se afinquen aquí, y por tanto para mí es un orgullo no solamente de que esté conmigo, que para mí es como un auténtico hijo, nuestra relación es más allá, es una relación filial, sino que además me da mucha satisfacción la responsabilidad, la seriedad y la forma con la que él realiza este trabajo cotidianamente para asesorar a las personas, ya no solamente en el área de extranjería, sino como hay muchas personas de Marruecos y de otras nacionalidades que ya están afincadas aquí en España, en otras necesidades también, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito social, ya sea en el ámbito mercantil, cualquier tema que tenga relación con la defensa de las personas en el área jurídica, desde Legal Soluciones, pues miramos de asesorar a todas las personas lo más responsablemente posible. Por tanto, pues quiero, es el testimonio que quiero dar, y aquí estamos a disposición de todos vosotros para que solucionéis vuestras necesidades y vuestros problemas. Gracias, Yacine, por todo lo que estás haciendo por tu comunidad y otras comunidades que están aquí en España desde hace muchos años. Hola, soy Javier Escalza, abogado de Legal Soluciones. Llevamos aquí en la empresa con Yacine desde hace ya más de un año, y juntos, y sobre todo él, que es emprendedor, tirando para adelante todo el sistema que llevamos de empresa, y sobre todo poder hacer un ofrecimiento de solucionar los problemas de todo el mundo. Mis labores exactamente como abogado, llevamos la parte penal y la parte de extranjería y cualquier procedimiento en los juzgados o de arraigo laboral o cualquier cuestión relacionada, incluso procedimientos civiles, de exequatos y demás, estamos a vuestra disposición. البلد ديالنا الحبيب المغرب، فهو شاب واحد سرعه فائقه، وبقينا الحمد لله المغرب كيشرفنا في العالم، وفي ما كنهضروا على المغرب كيحترمونا الناس وكيسمعوا لنا وكيصغيو لنا، والمغرب فيه استثمارات كثيره، واليوم تحت الرئاسه الساميه لصاحب جلاله الملك محمد السادس، المغرب اليوم راه ماشي هو مغرب الامس، المغرب اليوم كيتضرب له 1000 حساب. دابا حنا ملي كنقول مغربي راه كتقول معلم، استاذ، وزير في العالم، طبيب، محامي، مستثمرين كبار في اسبانيا، يعني اقتصاد العالم، الجاليه المغربيه راه مطلع، وكيشرفنا اننا كنتهميو لهذا البلد. اسبانيا اليوم حكم اننا التجربه ديالنا ديال 20 سنه، ان اسبانيا حتى هي ماشيه في واحد الطريق المسار جيد، وبحكم ان احنا عايشين فيها فما كنتمناو لا غير السلم والسلام ايضا، وتعايش مع جميع الديانات اللي كاينه او الثقافات اللي كاينه في اسبانيا، وكما احنا كنعيشوا فيها كمواطنين اسبان او مهاجرين مغاربه في اسبانيا.
فاحنا كنتمنوا لهذا البلد الشقيق اللي عنده واحد تاريخ مع البلدين الحبيب المغرب واحد علاقات كبيرة وبحكم جيران ما بيننا وبين إسبانيا والمغرب، فهذا كان لي الشرف أنني نقيم في هذا البلد هذا ونعطي فيه ونستفد منه. بالنسبة للمغاربة العالم فهما سفراء ديال البلد ديالهم وكيمثلوا المغرب في الخارج، خصنا نكونوا قدوة للبلد ديالنا، وإن شاء الله كنتمنى أننا كمغاربة العالم نعطيو أكثر فأكثر، لأننا حنا هما السفراء ديال هذا البلد ديال البلد ديالنا، ونكون الصورة ديالنا إيجابية عند الدول المستقبلة. كمغاربة العالم ما كنظنش أنهم يفكروا انهم ما يستقروش في البلد الام اللي هو البلد اللي كنحسوا به بالامن والسلام وكنعيشوا في واحد الازدهار دائم، وهذا راجع لان السياسه صاحب جلاله الملك محمد السادس، لان المستثمرين العالم جاوا، فما بالك احنايا كمغاربه العالم ما نهودوش نستثمروا في بلادنا. فهذا حلم اي مغربي في العالم انه يدخل لبلاده ويشوف عائلته ويعيش ديك الحب للوطن ديالو. دائما عندنا افكار اننا نستثمروا في المغرب كشركه كنفس المكتب اللي قال سولوسيونيس انه اصلا عنده فرع في المغرب، وان شاء الله في القريب العاجل غادي يكون مكتب في المغرب ان شاء الله، واخا حنا ما كنقدروش غيكون مكتب في المغرب للاستشارات القانونيه في العالم. وهذا هو الهدف ديالي اللي عامل اوبجيكتيف انني المكاتب ديالنا تكون في العالم كامل ان شاء الله، والمغرب دائما في البال، ودائما حنا عندنا فكره اننا نستثمروا في المغرب، ودائما عندنا الناس كننصحوهم بالاستثمار كاسبان يستثمروا في المغرب. قبل يومين كان عندنا حفل غداء مع شركه كبيره اني بعني وان شاء الله باغا تدخل المغرب، وكنا جالسين نتغداو وقالوا لنا هضرنا على المغرب وبغينا نمشيو نشوفوا المغرب، بغينا نعملوا التور في المغرب. هذا شرف لي لاننا كمغربي وجلس مع ناس عندهم شركه كبيره مولتي نيفيل يعني شركه عالميه وتقول لك هضرنا على المغرب بغينا نشوفوا المغرب، فهذا كيرجع الشكر للسياسه ديال جلاله الملك اللي كيعطينا واحد الشحنه انه كيخدمنا بلادنا وخلينا دائما في الامن والسلام. كما شفتوا اليوم عملنا واحد الجو عائلي وعملنا واحد الاكله المغربيه، واحد هي الكسكس اللي كنعرفوا بالثقافه ديالنا، الكسكس حاضر معنا في برشلونه وكنعرفوا بالثقافه ديالنا هنا في اسبانيا، والاسبان باش يعرفوا هنا عندنا واحد ثقافه جميله جدا. بال هاد الوباء ديال كوفيد 19 فهو اكيد الوباء كاين وخصنا نحملو نتعاملو معاه بالوقايه، ان الناس تعمل الكمامه ديالها تعمل التلقيح ديالها تعطي المسافه الامان، والحمد لله المغرب مسير هاد الجائحه بحكم الشهادات العالميه ان يحمي المواطنين ديالو، وهذا شرف لنا ان المغرب كيدخل من الدول اللي كتحمي المواطن ديالها من جائحه ديال الكوفيد كورونا. وكنصحوا الاخوان انهم يحاولوا يتعاملوا معاه، وكنصح اي واحد بغى يجي يقيم في بلد اخر فهو اول حاجه اللي خصو هو الاندماج مع الثقافه الاخرى ويحاول يعيش معها، انه ما يضيعش الثقافه الام في حياته ويعرف بالثقافه ديالو. فاحنا سفراء ديال البلد ديالنا في بلد المهجر كاسبانيا مثلا، فاحنا خصنا نمثل المغرب احسن تمثيل، والجاليه المغربيه الحمد لله راه واصله وعاطيه في جميع المجالات. بالنسبه اللي كنفتقدوه من المغرب كنفتقدوا الاهل ديالنا الاحباب الحنين ديك الحب للوطن فينا دائما فيما مشينا في العالم، و
الماكله ديال المغرب اي حاجه تشد المغرب راه كنتوحشوها، هذه طبيعي. واخا نطلع واخا نكون سافرت البارح المغرب وجيت وطلعت كنتوحشوا المغرب، لان هذاك الاساس ديالنا وهذاك الحب ديالنا، ودائما الشعار ديالنا الله الوطن الملك. كنشكر العائله ديالي الصغيره ولا الكبيره، لا داخل اسبانيا ولا في العالم ولا في المغرب، كنشكرهم على السند ديالي وعلى انهم دائما معايا في السراء والضراء، وهذا دائما كيرجع للتربيه ديالهم. وشكرا لكم.